الملك. دابا كاع الكتب اللي مكتوبين الحسن الثاني مشكوكين، كاتبينهم المخابرات الجزائريه وناس بهم، سواء المغربي سواء شي واحد معارض زعما سواديزون معارض، هما كيكتبوا كيمولوا كيكتبوا كيعطيك فلوس، كيقول لك نسب لك هذا الكتاب، حنا كتبناه قول انت اللي كتبتيه ونديروا لك ان جورني ديال الكتاب وكذا وكذا ونشهروك. هادشي اللي كان. الجزائر انفيستي بوك، الجزائر ما عندهاش بروجي، الجزائر ما عندهاش بروجي. الجزائر نا اوكان بروجي، الجزائر نا اوكان بروجي يا صاحبي، الجزائر نا اوكان بروجي. الجزائر ليس لها اي مشروع، شنو هو المشروع اللي عندها؟ لونيك بروجي وصافي ديزاني، وكنقولها يا الله بداو كيتاكدوا منها مغاربه حتى الجزائريين، هو تخريب المغرب، هو تقسيم المغرب صافي. ما عندهاش واحد البروجي انها تسبقك رياديا، تعامل معك رياديا وتفوتك رياديا. درتي الصناعه قلتنا، دارت كاع داكشي اللي درناه، واللي ما نجمتش عليه كتصابوطيه، اللي ما نجمتش عليه كتصابوطيه. ياك الجيران كاع حياتنا نقلوها، حياتنا كومو كيفاش كنعيشوا حنا نقلوها، كيما خدوش عليه ولاو يزوروا التاريخ يقول لك هادشي راه ديالنا ماشي ديالكم. ياك حنايا يقول لك حنا نفخوا العجلات وحنا نديروا وهذاك الشيء ماشي ديالنا، تسمعهم يقول لك هذيك الاراضي ما مشاتنا، المغرب داوه اليهود، المغرب ما بقاش ديال المغاربه راه تباع. يهضر معك واحد يقول لك اه المغرب راه تباع، شراوه اليهود، شراوه اليهود، راه مغاربه عندهم الحق في الملكيه، والجزائريين راه عندهم الملكيه هنايا، يعني الجزائريين ممنوعينش من الملكيه، الجزائر ممنوعينش من الملكيه، كيشريو اراضي يشريو اللي عجبهم هنايا، يشريو عقارات يشريو محلات تجاريه يديروا شركات. أسامة ما كاين حتى واحد معايا هنا، سير الدار الأخرى. سمعت ولا ما سمعتش؟ أنا كندوي مع هادو اللي أنا كنقول لكم، هاد صحاب لي ريزو سوسيو هادو اللي كي طاحوا على واحد القالب كما نقولوا حنا في المغرب، القالب طاحوا على واحد لو تخيك، على أنه يدير بتيت فيديو ضد المغرب، ضد المغرب، وبقى يهضر غير على الفساد الفساد الفساد، كينشر غير اليأس والبؤس للمغرب، ما كانش شي حاجه بوزيتيف، فساد الفساد الفساد. انا يوميا كندوز على لي شونتي يا صاحبي، راه مشيت ضربت المغرب كامل بارتو للقروات طالعين، المغرب كيتبنى يا صاحبي، المغرب راه ورث والو، المغرب راه ورث دوله متخلفه بمعنى الكلمه، عندها تاريخ عارق وعندها تراث وهويه، شي ما نهضروش عليه، ولكن ورد دولة متخلفة، دولة متخلفة. كنتي كدير أستاذ بالبروفي معلم بشهادة وكانت القراية، علاش؟ لأن المعلم اللي كان بكري والأستاذ كان عنده ضمير ديال التعليم، كان عنده لا كونسيونس دو فورماسيون. اليوم تو الموند فو لو سالار دو ميدسان، بغيتي فلوس مزيانة ودير لا سبيسياليتي، دير سبيسياليتي اللي مطلوبة في لو مارشي، لا سبيسياليتي. حنا راه شوفوا راه درنا موظفين، عرفنا الخلصه ديال الوظيفه، الوظيفه الصالير راه سي غيان ديتو، الصالير واخا يديروا لك مليون ولا جوج مليون في الشهر كيبقى ديما صالير، اللي هو مطور ومصور جوج مليون يصورها في النهار، ماشي يقرا باك بليس 13 ولا باك بليس 12 يخرج ميدسان سبيسياليست ولا يخرج شي حاجه البنك تعطيه كل شيء، يدير كابيني ديالو، وخاصنا حنا لي سبيسياليست راه غير يكونوا موجودين. الناس راه كتاخذ رونديفو في المغرب، رونديفو على 40 جور، 30 جور ماشي عيب، توقعوا لنا غير المواد الادبيه، كلشي باغي يولي فقيه، كلشي باغي يدير الرقيه، كلشي باغي يدير امام، كلشي باغي يدير باغينا حنا، باغينا لا ميتين، باغينا الناس، باغينا لي بسيكياتر، لي نورولوج، لي فيرولوج، ما لا لا اللي هري ديالي، كلشي باغي الرقيه الشرعيه والنصب والاحتياط، اقرا ليا تحفظ ليا وهادشي اللي ولاو يقراو باش ينصبوا. انا شوف والله ما على بالي بالبشر ولا على بالي بلا كونتيتي ديال لي زابوني ولا على بالي، تحسبني كنقول لك انا غندي زابوني تاع سير الله يعاونو يا عم تتيرا، تحسبني راني كنقلب على هذا الشيء، راه كتصدع راسك لا فيريتي نقولها لك، باش حنا التلاميذ ديالنا ما يقراوش دو موا تروا موا، ومن نوض نهضر ابراهيم ينوض يهضر انت راك ضد رجال التعليم، وانت راك ضد رجال التعليم. التعليم شنو هو التعليم؟